تصعيد جديد على الساحل الغربي، وتحديدا عند البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة، البوابة التي اختلط فيها البارود بالدم وعويل الفارين من جحيم القتال. بعد نحو شهر من الجهود والتوقف بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الدولية، تعود العملية العسكرية بحذر وبط عبر طائرات التحالف وبعض وحدات الجيش والمقاومة المرابطة في محيط مديرية الجراح وعلى مشارف مدينة زبيد. تفيد الأخبار الواردة أن ألوية العمالقة شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي غرب الجراح، وتمكنت من السيطرة على بعض المناطق في محاولة لاقتحام المدينة. تزامن ذلك مع غارات جوية مكثفة للمقاتلة الحربية. تقول مصادر محلية إن إحداها تسببت في استشهاد وإصابة مدنيين، فيما استهدفت غارات أخرى تجمعات وآليات عسكرية للميليشيا. معارك الدريهي تزامنت مع إعلان قوات الجيش السيطرة على حي المنظر الشعبي في أطراف المدينة بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة. سيطرة الجيش الوطني على هذا الحي يهدف وفق مصادر عسكرية إلى تأمين التقدم صوب منطقة كيلو 16 في مهمة يسعى خلالها لقطع خط إمداد الميليشيا الرئيس نحو الحديدة. بالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات الحوثيين القادمة من المدينة وكيلو 16، تكبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى. وبالرغم من هذه الاختراقات إلا أن العملية العسكرية في الحديدة تبقى رهينة الجهود الدولية الساعية لحسم المعركة بطريقة سلمية.